السلام عليكم متابعين الأعزاء. 7 ابتكارات عليك الاطلاع عليها. سبينكس عبارة عن روبوت لتنظيف مقعد المرحاض في أقل من 90 ثانية، فبلمسة واحدة يقوم بتفعيل مستشعر ذكي يفحص شكل المرحاض ليعطي الأوامر للفرشاة التي بوسعها الوصول إلى كل زاوية من المرحاض والقضاء على 99.99% من البكتيريا، بالإضافة إلى صنبور ماء وعلبة لوضع الصابون. نيبولا كابسول عبارة عن كبسولة ذكية تعرض صورا ثلاثية الأبعاد بجودة عالية مزودة بتقنية لتعديل حجم الصور المعروضة وطاقة مستمرة لساعات طويلة وقوة صوت 360 درجة. سان سلايس لابد أنك سئمت من انخفاض شحن هاتفك فجأة، إليك هذا الحل المبتكر، إنه أصغر وأذكى شاحن يعمل على الطاقة الشمسية في العالم، والذي لا يتعدى حجمه حجم بطاقة مصرفية ويمكنك استخدامه في أي مكان. وندر كاتر غالبا ما يصعب علينا قطع بعض الأشياء بسهولة ودقة وسرعة، لكن هذه لم تعد مشكلة مع هذا الابتكار الرائع، والذي يعمل بموجات فوق صوتية بمعدل 40,000 غرزة في الثانية، كما أن اهتزازه الطفيف غير المرئي يساعدك على دقة القطع مهما كانت مادة المنتج. نو كيبل لا يوجد شيئا أكثر إزعاجا من شاحن مشتبك، لهذا ابتكرنا لكم شاحنا لاسلكيا يكفي أن تضع عليه الهاتف وسيشحنه بسرعة، بالإضافة إلى سرعته فإنه آمن وعملي مع ميزة USB التي تسمح بشحن مختلف الهواتف في آن واحد. رايانت بوكيت إنها أداة تحول كاميرا هاتفك العادية إلى كاميرا بولارويد تمكنك من طبع الصور الملتقطة فوريا. سابعا ابتكرت شركة فيزي للسيارات ذراعا لحمل الهاتف قابلة للطي والتعديل ومثبتة بمحاذاة واقي الشمس في السيارة لتسهيل استعمال الهاتف.